الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي. وها نحن معا مجددا، وما زلنا نتكلم عن الآلات وعن أنواع الروافع، فهيا بنا نتعلم. كيف تعمل الروافع؟ تختلف الروافع بكيفية استخدامها. سوف أشرح لكم الآن كيف تكون هذه رافعة من النوع الأول أو من النوع الثاني أو من النوع الثالث. الآن سوف نشاهد في هذه الصورة، هذه هي القوة وهذا محور ارتكاز، وهذه مقاومة لأنه ثقل، وهذه مقاومة. إذن عندما تقع المقاومة بين محور الارتكاز وبين القوة فإننا نعلم بأنها من النوع الثاني، فهذه رافعة من النوع الثاني. مرة أخرى تختلف نوع الروافع بحسب كيفية استخدامها، طالما أن المقاومة بين محور الارتكاز والقوة فهذه رافعة من النوع الثاني. أيضا هنا كذلك نلاحظ أن محور الارتكاز بالمنتصف، طالما أنه بالمنتصف فهي رافعة من النوع الأول، لأن محور الارتكاز بين القوة وبين المقاومة، وهذا هو الارتكاز. هنا هذه رافعة من النوع الثالث. لماذا؟ لأن مثل عمل الدباسة، لأن القوة بين محور الارتكاز وبين المقاومة إذن لماذا؟ لأن القوة تقع بين محور الارتكاز وبين المقاومة، إذن هذه رافعة من النوع الثالث. إذن تختلف نوع الروافع حسب الاستخدام، ركزوا معي. إذن يختلف نوع الرافعة باختلاف محور الارتكاز. توجد آلات بسيطة تساعدنا في إنجاز الأعمال. رافعة من النوع الأول أي محور الارتكاز بين المقاومة والقوة، رافعة من النوع الثاني أي أن المقاومة بين الارتكاز والقوة، رافعة من النوع الثالث أي أن القوة بين محور الارتكاز والمقاومة مثل الدباسة، والنوع الثاني مثل مفتاح البيبسي أو مفتاح المشروبات الغازية، والنوع الأول كما ذكرنا مثل الأرجوحة ومثل الميزان، الآن أبنائي وبناتي ماذا نرى في الصورة؟ في أي حالة يبدو الجهد أكبر في تحريك الجسم؟ في رفع العتلة ألف أو في رفع العتلة باء؟ ماذا نلاحظ؟ أين تكون العملية سهلة؟ في ألف أم في باء؟ إذا العملية السهلة في باء، إذا الحالة باء. لماذا؟ بسبب طول المسافة بين القوة وماذا؟ ومحور الارتكاز. هذه القوة وهذا محور الارتكاز، إذا بسبب طول المسافة بين القوة ومحور الارتكاز. ما هو نوع هذه الرافعة؟ من النوع الأول. لماذا؟ لأن محور الارتكاز بين القوة والمقاومة. نكمل. الآن سوف نتكلم عن الأدوات التي نستخدمها في المهن، فهذا مهندس كهربائي، وهذا نجار، وهذا فلاح، وهذا حداد. إذا مهندس كهربائي ونجار وحداد وفلاح. هل يستخدم آلات بسيطة؟ نعم يستخدم آلات بسيطة. تابع معي. من الروافع التي يستخدمها المهندس الكهربائي الزرادة أو الزرادية ومقص الأسلاك الكهربائية، إذا مثل الزرادية ومقص الأسلاك الكهربائية. النجار يستخدم منشار ومطرقة وفأرة ومسطرة، الحداد يستخدم مطرقة وملقط وزبرة، الفلاح يستخدم شريم وفأس ومفرس ومجرفة، إذا مهندس كهربائي يستخدم زرادية ويستخدم مقص أسلاك كهربائية، النجار يستخدم منشار، مطرقة، فأرة، مسطرة، الحداد يستخدم مطرقة وملقط وزبرة، الفلاح يستخدم شريم وفأس ومفرس ومجرفة. أعمال البناء، نذكر مهن نستخدم فيها عدد من الروافع. البناء، النجارة، إذا في البناء وفي النجارة نستخدم الأدوات. من المهن التي تستخدم فيها الروافع أعمال البناء. من المهن التي تستخدم فيها الروافع أعمال البناء ونجارة الأحجار، أعمال البناء ونجارة الأحجار. من الروافع أو الأدوات المستخدمة في أعمال البناء التي تستخدم في البناء العربية أو العربة، المطرقة، البكرة، السطل، الكوريك، وملعقة الإسمنت. مرة أخرى، من الروافع التي نستخدمها في البناء عربية، مطرقة، بكرة، سطل، كوريك أو كوريك، وملعقة الإسمنت. من الروافع المستخدمة في النجارة المطرقة، الشرني والمنشار، المطرقة والشرني والمنشار. الآن نكمل الجدول بكتابة اسم الرافعة. المهندس الكهربائي يستخدم زرادية، يستخدم مقص، ويستخدم كذلك مفك، وذلك لقياس الكهرباء في الأجهزة الكهربائية، لمعرفة ما إذا كانت هناك كهرباء أو لا. إذا مفك كهربائي، ونسميه دسميس، نسميه باللغة الدارجة دسميس. النجار، يستخدم النجار منشار وفأرة ومطرقة. أيضا الحداد يستخدم مطرقة، ويستخدم زبرة، ويستخدم ملقط. الفلاح سوف يستخدم الفأس والمجرفة والشريم، الفلاح يستخدم فأس ومجرفة وشريم، والحداد يستخدم مطرقة وزبرة وملقط، وكلها أدوات، وكلها أدوات. أبنائي وبناتي، سوف نتكلم عن أن جسم الإنسان يحتوي على عدد من الروافع. اليدين هنا تعتبر رافعة من النوع الثالث. لماذا؟ لأن القوة تقع بين محور الارتكاز وبين المقاومة. القوة هنا هي اليد التي يمسك فيها هذا الرجل، وهنا سوف يكون محور الارتكاز، وهنا سوف تكون مقاومة، إذن هذه مقاومة، وهنا سوف تكون قوة، وهنا محور ارتكاز، وبالتالي فهذه رافعة من النوع الثالث. في هذه الصورة رافعة من النوع الأول، لماذا؟ لأن محور الارتكاز بين القوة وبين المقاومة، محور الارتكاز بين القوة والمقاومة. هنا محور ارتكاز، وهنا قوة، وهنا قوة، وهنا مقاومة. إذا هذا محور ارتكاز، وهنا توجد قوة، وهنا مقاومة. إذا رافعة من النوع الأول. هنا رافعة من النوع الثاني. لماذا؟ لأن المقاومة بين محور الارتكاز، والقوة. الآن النوع الثاني، أين هي القوة؟ هنا سوف تكون قوة، هنا سوف يكون محور ارتكاز، وهنا سوف تكون مقاومة، نكمل. إذن أطراف الإنسان العلوية والسفلية تمثل روافع مختلفة. أطراف الإنسان العلوية والسفلية تمثل روافع مختلفة باختلاف طبيعة العمل. القدم هنا رافعة من النوع الثالث، والرأس رافعة من النوع الأول. إذا القدم رافعة من النوع الثالث، والرأس رافعة من النوع الأول. يختلف، تابع معي، يختلف نوع الرافعة التي يمثلها عضو جسم الإنسان باختلاف موضع القوة والمقاومة ومحور الارتكاز. هنا أبنائي وبناتي الأطراف الأمامية للأرنب رافعة نوع أول، رافعة من النوع الأول. الأطراف الخلفية رافعة من النوع الثالث، وأجنحة الطائر كذلك رافعة من النوع الثالث. إذا في الحصان وفي الطائر رافعة من النوع الثالث، وفي الأرنب هي رافعة من النوع الأول. أطراف الحيوان الأمامية والخلفية تمثل روافع، ويختلف نوعها باختلاف طبيعة استخدامها. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في هذا المثال فقط سوف نوضح أي الأشخاص يفتح القارورة بسهولة. الذي يستخدم مفتاح البيبسي أو يستخدم أسنانه، أم هذا الولد الذي لا تتضح لي الصورة لكنه لا يستخدم مفتاح المشروبات الغازية. إذن الشخص الذي يفتح القارورة بسهولة هو الشخص الثاني. هذا الشخص الثاني يفتحها بسهولة. لماذا؟ لأنه يستخدم المفتاح أو مفتاح المشروبات الغازية. من الذي يتعرض للخطر؟ هذه الصورة 1 2 3. الصورة الثالثة لماذا؟ لأنه يؤذي أسنانه، لأنه يؤذي أسنانه. إذن أبنائي الطلاب، بناتي الطالبات، بهذه الفقرة نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا في هذا اليوم. يومكم سعيد وفي أمان الله.